محمد سليمان منور الدنيا، وشايفين النهارده تورته وفيلم جديد، وسمعت انك كمان راكب اف 16 بعد كده. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. اف 16 ده عمل جديد بنحضره مع الاستاذ مازن جبالي والنجمه رانيا التومي، وده عمل ان شاء الله احنا يعني واخدين سكه جديده كده، في عاملين صباعيه بس بشكل جديد ان شاء الله يعجب الناس، من ناحيه الكتابه ومن ناحيه التصوير ومن ناحيه الاحداث ومن ناحيه تناول الاحداث. قلتوا مسمينه اف 16 عشان رانيا تومي البطله ولا ايه بالظبط؟ غالبا هي الاف 16. انا مش فاهم سؤالك، بس انا بتكلم، بس انا اقصد رانيا صاروخ جمال، اقصد زاد، فاحنا بنشبه اي حاجه جميله بالصاروخ، بالطياره، بالطلقه. ايوه بس احنا بنتكلم على اف 16، فيعني ده انا قلت لك ان ده اسم عمل مش اسم حد، ولا اسم نجم ولا اسم نجمه. فده عمل اسمه اف 16، متصور بطريقه جديده زي ما شرحت لك، والتناول بتاعه بشكل جديد، ويعني ان شاء الله يعجبكم. يعني اي هوب ان هو يبقى حاجه تانية خالص، غير الترندات والكلام والفرقعات والاسماء والحاجات اللي انتوا طالعين بيها في السوشيال ميديا، ان انتوا تو جيت داون تو دراما، ان احنا نشتغل دراما ونتكلم عن دراما والافكار الجديده. طيب هو 7 حلقات، هل هيبدا على منصه ولا في قناه هتاخدوها معانا؟ والله ان شاء الله يتعرض في البوتاجاز اللي احنا بنحضره دلوقتي، بس انا ما اعرفش هيتعرض فين. طيب يعني مش شرط هو يتعرض فين، المهم ان هو فكره جديده، ده اللي انا بحاول اشرحه لك، وانت مطنشني وعمال تدور بتدور على الترند، وانا بقول لك ان ده حاجه كويسه، ده ماده دراميه حلوه. ده اللي انا دايما متحيز ليه، ما مش متحيز لاي حاجه تانية. اللي انا يعني اللي عرفته انك بتتكلم انجليزي تقريبا في العمل كله. العمل كله هيتصور باللغتين، باللغة الإنجليزي وباللغة العربي، أصلاً باللغة العربي، يا إما هنمثله تاني بالإنجليزي يا إما بالفرنساوي، على حسب الأول، على حسب التوزيع وعلى حسب البيع والحاجات كتير قوي. يعني أنت تعمل الدور مرتين، يعني زي ما شفنا قبل كده مصطفى العقاد في الرسالة مثلاً، نفس الست، نفس الست، نفس كل حاجة، نفس الديكور، نفس الممثلين، بنخش نشوط المشهد بالعربي وهنخش نشوطه تاني يا اما بالفرنساوي يا اما بالانجليش. يس تمام، ده مجهود جديد. طب هل ده بيحمل بقى رساله سياسيه معينه، ان بقى انت عايز تعمله بلغه تانية، فانت عايز توصل رساله لبره؟ تعال هات الميكروفون. ايوه دلوقتي انا لما اتكلم بالفرنساوي او بالانجليزي يبقى انا عايز اوصل رساله سياسيه، لا انا بعمل رساله في المطلق عشان التوزيع يا صديقي. هو مش في انت عندك فارس، كل شرق اسيا ديت بتتكلم انجليزي وبتفهم انجليزي. الافلام الهندي بتنتشر ازاي يا عاشور؟ باللغه الثانيه، علشان في توزيع، في لغه، في ناس بتسمعها، في ناس بتتكلمها، فانتشارها واسع جدا اللغه الهنديه، فبتتباع كتير جدا. فانا النهارده بتكلم بالعربي، بس مش عايز ابقى محدود في سوق البيع بتاعي على الوطن العربي بس، عايز ابيع لناس ثانيه، ناس تشوف الدراما بتاعتي. الدراما الاسباني انت بتتفرج عليها ازاي؟ انا على نتفليكس. ببلاش. ثانك يو. طب احنا هنعمل ده اوريدي اون سيت، ايه رايك عاشور؟ ده جامد جدا. اشتريت جدا. يلا اشتريت ووزعته. تمام. طب انا عايز اعرف القصه ليه بقى؟ يعني هو يبقى هنشتغل اما احرق لك انا القصه دلوقتي بقى الخط الهيدلاين العنوان الرئيسي. سسبنس اكشن. سسبنس اند اكشن ده مين بتاع الموضوع. حلو اكشن، واضح انك هتعمل شغل جامد فيه، هيبقى فيه مخاطر معينه ولا الموضوع اكشن برضو في المعقول؟ يا عاشور يا صديقي قلت لك اكشن، يعني مش لازم لا انا احمد السقا ولا انت رشدي اباظه، وبقول لك اكشن فاوكي بس. تمام. شغل كمان انت بتعمل حاجه جديده اهو مع عمرو عبد الجليل وتبروك في لبيب، معاكم كرو حلوه قوي، شايف التجربه معاهم ازاي؟ ما اعرفش اشتغلت قبل كده مع عمرو بتهيألي ولا ده اول عمل؟ مع استاذ عمرو عبد الجليل طبعا اشتغلت، عملت معاه الضحك الباكي، وده كان مسلسل مهم جدا، فاكيد استمتعت جدا بالعمل مع استاذ عمرو عبد الجليل، وبتمنى ان شاء الله ان انا اشتغل معاه دايما في حاجات كتير، لانه بيطلع مني حاجات غير طبيعيه، بعشقه طبعا استاذ عمرو عبد الجليل. وباذن الله الفيلم يعني هو انا لسه مش ملم كويس بالقصه، لإن لسه أنا عرفت الكلام ده لسه امبارح يعني. حلو جدا تمام. إيه اللي حمسك تبدأ التجربة عموما؟ أنا دايماً متحمس للتمثيل يا عاشور.
يعني اي تمثيل في الدنيا ممكن امثل لك الجورنال لو عايز. الله عليك. ايوه انا بقى. انا عارف انت بص انا متحمس طبعا دايما دايما ممثل متحمس لمهنته اكيد ده عنده شغف بمهنته فبيحب يمارسها باشكال جديده بادوار جديده بس طبعا انا بحاول ان انا ما اكررش نفسي في اي حاجه اكيد ان شاء الله. هنشوفك في رمضان في اي عمل ولا لسه؟ ان شاء الله باذن الله انتظروني في مسلسل الحشاشين مع النجم العظيم استاذ كريم عبد العزيز والمخرج الرائع العالمي استاذ بيتر ميمي وانا سعيد جدا جدا بالتجربه ديت وبتمنى ان شاء الله انها تعجبكم ويعني انا اللي يعجبكم ان طبعا انا بشتغل مع ناس عظام جدا جدا وفرحان جدا بالتجربه ديت. ارهابي؟ بدر الدين الجمال. تعرف عنه حاجة؟ لا. أوه. أنا لازم أعرف المسلسل كله. يا عاشور بما إنك صحفي لازم تعرف إن بدر الدين الجمال قول له قول له قول له قول له إن دي كارثة إن هو ما يعرفش بدر الدين الجمال. ده اللي بنى الجمالية، ده اللي حكم مصر فور لونج تايم. حلو. حلو. حلو إيه؟ بسبوسة ولا كنافة؟ ده حلو جدا، ده لسه موجود عليهم كمان. ثانك يو فيري ماتش يا جماعة وأشوفكم إن شاء الله على خير.